البداية لكن كانت الظروف صعبة جدا، ولكن الطائرات الليبية من يوم أمس كانت موجودة في مطار العريش، وكان أخي سيف الإسلام محمد قدافي موجود في هذه الأجواء، ولكن منعت السلطات المصرية من نزول الطائرة. المؤسسة الليبية مؤسسة القذافي للتنمية حتى تحولت الطائرة إلى أبو ظبي، كان مصرا النزول في العريش وتقديم المساعدات، وكان مصرا أن يكون بنفسه في تلك الطائرة أن يقدم المساعدات للشعب الفلسطيني، لكن السلطات المصرية منعته منعت التصريح للطائرة لكي تنزل في المطار العريش. معنى ذلك أن الطائرة لم تصل إلى مطار العريش وحولت وجهتها إلى أبو ظبي. في نزول الطائرة لم تمنح التصريح لهذه الطائرة. ولكن أتمنى من السلطات المصرية أن تسمح للمساعدات الليبية أن تمر عبر العريش وأن تمر عبر رفح، لأن لقد بعثنا بطائرات 3 طائرات ليبية لكي تسمح ب يمكن الصوت غير واضح، ولكن أريد أن أقول للسلطات المصرية أن تسمح للمساعدات الليبية والقطرية أن تدخل لرفح. سيد هانيبال، الصوت واضح، ماذا ما هو العذر الذي قدمته السلطات المصرية لمنع الطائرات الليبية من أن تحط في مطار العريش تمهيدا لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة؟ السلطات المصرية لم تسمح للطائرات الليبية أن تحط في مطار العريش، هذا السبب. هل قدموا أي تبرير؟ لا يريدون للطائرات الليبية أن تحط في مطار العريش، هذا السبب، وأقولها بكل صراحة أمام الشعب العربي كله. هل هناك من طريقة أخرى لإيصال المساعدات ربما عن طريق البحر إلى غزة؟ سنجرب. هل حمولة ونغامر وننتحر؟ ستحاولون الذهاب عبر البحر؟ في اليوم الغد إن شاء الله. في المرة الأولى لقد بعثنا بالسفينة مروة إلى غزة، ولكن كانت السلطات المصرية متصلة بالسلطات الإسرائيلية، وكان في اتفاق للحقيقة كان في اتفاق بين مصر وبين إسرائيل لمنع السفينة الليبية من تقديم المساعدات لغزة، ولكننا سنحاول لهذه المرة الأخيرة وستكون انتحارية إن شاء الله، لأن الليبيون لا يسمحون بهذه المهجرة اللي في غزة. سنبعث بكل المعن وبكل الأدوية وبكل المعن، لابد من قطع هذه المسخرة. وكان خي سيف الإسلام معمر القذافي رئيس المؤسسة الليبية للتنمية كان في الجو، وكان يريد النزول في العريش، وكان يريد أن يشرف على تقديم المعونات للفلسطينيين. لقد منعته السلطات المصرية على أن ينزل في مطار العريش، وذهب إلى أبو ظبي وانحرفت الطائرة إلى أبو ظبي، هذا في اليوم الأمس. على السلطات المصرية أن تسمح بالسفينة الليبية اليوم من اليوم الغد. لماذا لم يتم التنسيق سيد هانيبال؟ لماذا لم يتم التنسيق على الصعيد الرسمي ما بين القيادتين الليبية والمصرية قبل توجه
الطائرات إلى مطار العريش وتمنع كما تقول من قبل السلطات المصرية؟ الطائرات القطرية موجودة في مطار العريش سيسمح لها بالتوجه بعد قطر بالمعونات، ولكن لا جدوى، لا جدوى. مصر تحاصر هي غزة، نحن في ليبيا موجودون مع حماس، كل الشعب الليبي يتعاطف مع حماس لأن لا يوجد سلطة فلسطينية. الناس يموتون في غزة، يقتلون، يذبحون كالكلاب. لماذا؟ لأنهم حماس، حماس فلسطينيون، والسلطة فلسطينية فلسطينية. سيد أنيبال، بالنسبة للسفينة التي تقول إنها ستنطلق غدا، عن أي طريق سوف؟ سفينة انتحارية. سفينة انتحارية. الشعب العربي في كل مكان، والله والله سوف تنسف السفينة الليبية، وأنا وعد مني أن السفينة الليبية ستخرج إلا إن لم في لحظة واحدة لو منعت في ليبيا. ولكن كل القوة في ليبيا من نقابات، مؤتمرات شعبية، لجان ثورية تدعم هذا الموقف. نعم، قبل سيد هانيبال، فقط للتوضيح، غدا تقول سفينة ليبية سوف تنطلق، عن أي طريق وكيف ستنطلق وفي أي وقت بالتحديد؟ تنطلق إن شاء الله لو يسمعون الموساد والإسرائيليون الأوغاد، ستنطلق من ليبيا في اتجاه إلى غزة، وليسمع المصريون، عليهم أن يفكوا هذا الحصار، هذا التنازل العربي. نعم، شكرا. مصر جمال عبد الناصر. نعم سيد هانيبال القذافي. نعم جمال عبد الناصر يقف. نعم سيد هانيبال، أشكرك جزيلا وعذرا للمقاطعة، للعودة إلى غزة والاطلاع من سمير أبو شمالي على معلومات